بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة جديدة من برنامج في الموعد. اليوم مشاهدينا عبر هذه الأمسية نستدعي كل محبي الطنبور ومحبي الشعر، خصوصا شعر البطانة. سعيدة أننا اليوم نتناول واحدة من ضروب الفن الرائعة جدا اللي كثيرين مننا بيستمتعوا عندما يسمعوا يعني الشعر البطانة، وكذلك عندما يكون ممزوج باللحن والطنبور. سعيد أن يكون معي اليوم مشاهدينا الكرام في الاستوديو الفنان حامد علي، وهو طبعا مشهور بود البلال، وكذلك الشاعر الزين والدقيل موجود معنا من خلال هذه الحلقة، وحيمطرون شعرا وكذلك غناء من خلال شعر البطانة. أنا سعيدة بكم، مساء الخير الزين. مساء الخير عليك، مساء الخير على كل مشاهدين شاشة الشروق. أهلا بكم وبرنامج الموعد. أهلا بك وحامد، كيفك؟ إن شاء الله تمام. حامد ود البلال. نعم، عليكم السلام ورحمة الله. كيف أخبارك؟ والحمد لله. خليط البطانة كيف وجيتنا؟ نحمد الله تمام. أنت منورنا والله اليوم. 100%، تسلموا، النور يبدأ منكم إن شاء الله. وأشكر كل الطاقم أنا تشروه. يجزاك الخير إن شاء الله. أنا سعيدة نعم. أنا سعيدة بكم اليوم، ويعني إحنا حنتعرف عليكم أكثر من خلال هذه الحلقة، سواء كان عبر الأغنيات، سواء كان عبر الشعر، سواء كان حتى من خلال الدردشة العادية. حابدأ بالزين، ويعني معروف إنه البطانة هي يعني أرض الشعراء، وهي يعني منطقة دائما بيكون فيها شعر منثور في كل مكان. خلينا في البداية نتعرف على لمحات سريعة كده من السيرة الذاتية. الزين أنت من وين؟ ونتعرف اكثر على يعني بدايه الموهبه عندك. انا زين عبد الدين محمد علي. اسمي الرسمي طبعا زين عبد الدين محمد علي، اسمي زين ده اسم الشهرة تماما. ومدري اسم زين عبد الدين النهائي، ف من البطانه من الصفية طبعا تحديدا. تحيه من هنا لكل ناس البطانه. تحيه لك. احنا بنحييهم كمان عبرك وعبر حلقه اليوم. و برضو يعني حامد انت حضور معانا، واحنا في حضرة الطنبور، يمكن هي واحدة من الآلات اللي يعني فيها شجن وفيها حب لكل السودانيين. يعني عبرك برضو نتعرف عليك أكثر ونقرب الصورة أكثر للمشاهد. منو حامد وليه اخترت النوع ده من الغناء؟ يعني حامد من وين؟ عبد البلال من خلف الجديدة، الرتاج غرب، حاليا نهر عبد الله. طبعا هناك ما شاء الله نشينا الطنبور ده عادة أسرتنا كلها ما شاء الله عليه، نود البلة خان، نود البلة خان أحمد داقة دينا زيل طبعا الأساتذة، أنا بعدهم نشيد ونقول إن شاء الله يعني نمثل عليهم. تسلم كريم. البطانة بلد الشعر والمربعات والدوبيت والأشكال المختلفة من الأشعار. الزين برضو يعني لما نتكلم عن البطانة احنا نتكلم عن تاريخ قديم جدا، بعيدا عن الشعر، عن منطقة يمكن عندها عادات وتقاليد وموروثات كذلك. نتعرف أكثر من خلالك على أرض البطانة وعلى جمال تلك المناطق من خلال العادات ومن خلال التقاليد. البطانة يعني أنا شايف إنه الاسم ده أكبر من إنه يتحدث عنه معنا، لكن التفاصيل، العادات، التقاليد، القيم والموروثات، البطانة ما زالت محافظة جدا على كل التفاصيل دي. الحداثة دي يعني؟ والله شيء ما يعني شيء ما ما ما, ما للدرجة اللي أثرت في الناس كمان. حتى نحن الواحد لما يدي البنادر طوفة ما بيكون مرتبط بتفاصيل كثيرة بتحكمه، حتى مسيره هنا في المدينة ما بغير منه تفاصيل مرتبط بها هناك. أنا لاحظت إنه دائماً لما نستضيف ناس شعراء يعني خصوصاً إذا كان من البطانة أو من ولايات السودان المختلفة، يعني اللي هي دائماً فيها ضروب الفن، بقول له بدأت بتين الموهبة، بقول له والله أنا من أنا صغير. الفكرة شنو؟ يعني أنتوا ولدوكم كده شعراء ما شاء الله تبارك الله. البوادي السودانية كلها والمنطقة بتفرق كده. لا أهرب الإبداع والموروثات الجميلة دي. خلاف كذي في البطانة بالذات يعني. ما شاعر راوي او ناغب او مزور، فبتلقى روحك انت كنت وسط مجتمع الحاجه دي حاجه بديهيه جدا فيه، وما قدر قيمته عندهم، قدر قيمته عندهم حاجه متداوله يعني برنامج بتاعونا سعاده. ف
انا ما بيغرد الشعر، انا ما بيكتب الشعر، بروي الشعر، وهذا قد يصوبك انت الشاعر ذاته يقول لك لا الغنوه دي كذا، الغنوه دي ما كذا. بعد ذاك بتلقوا تشجيع وتفاعل من من يعني من انتم صغار في موضوع الشعر، في موضوع التوجيه. تمام تمام. بعد ذاك موروث تلقاه من ابواتك، من اجدادك، من اهلك، تلقى اسره. انا من اسره كلها بتخطيط الشعر ما شاء الله، ابوات وجدود، فبتلقى الحاجة دي شيء بديهي في الأسرة، يعني ما معظمين العظمة ديك وقيمته عندهم ما قليلة. ممكن ده جمال البوادي السودانية، محتفظة بالعادات والتقاليد والطبيعة البكر في تلك المناطق، خصوصا البطانة اللي هي يعني تحدث شعرا في كل مكان وفي كل بقعة فيها. احنا حامد منتظرين منك عمل تقدمه لنا الآن. حتقدم لنا شو إن شاء الله؟ أغنية الأستاذ حزيفة بشير عبد المحمية، الزول بريدو، الحان كلمات حزيفة، الحان وأداء حمد البلاغ. إن شاء الله إن شاء الله. Thank you.
شكرا حامد ود البلال، شكرا جميلا لك. ويعني اذا وقفنا في اختيار الاغنيات دي، دائما انت بتلقى شاعر معين بتقدر تتعامل معاه، ولا اي شاعر كده يتعامل معاك ويديك غنى وتغني؟ طبعا اول احيي الاستاذ وابونا الكبير محمد جيب الله كدكي، اول ما تعاملت معه 2003 هو كان وصلني لي انه زمان الكاسيت انه سجل، وثم ثانيا بعده انتقلت للاستاذ محمد احمد بن نواس وعلي احمد بن قادر الصعب اللي هم لقب علي دينار، وما شاء الله ثاني شعر البطان زي ما قلت كتار ما يقدر الواحد يقف على انه ده ود عمه ده قريب، والاغنيه السمحه سمحه، وده ما شاء الله البطانه كلها شعراء ما شاء الله عليهم، ما شاء الله يعني مكتظة بالشعراء وبالفنانين بالمتميزين كل حاجة. نعم وقبل يعني يعني زين قال لي كلام جميل، يعني أنا دار أخش له في السؤال بتاعت إنه بيقولوا دائما الزول المبدع والعنده إلهام بيكون هو ابن البيئة بتاعته، وكثير من الناس بتنطبق عليهم العبارة دي، لكن هو قام قال لي هناك الشيء إحنا ما بنكتبه هو اللي بيكتبنا، صح؟ فعلا هو الشعر بتستدعيه مواقف، الشعر ما بينصنع ولا بيتكتب تحدي، عشان كده هو بيكتبك ما بتكتب انت. طيب انت كتبت شنو؟ ولا هو كتبك في شنو؟ كتبك دي طبعا لانه عندها برات دلالات فعلا 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 في 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 ظروف كثيرة. نسمع قصيدة نفخر ببوادينا ونغني ميادة واللي بيتفاخروا بالغيرنا عندنا عادة، بنتيب سوا كان وطن المفاخر نادى ولين الموت بهون وقت تزغرد غادة، فينا فضالة كان قرزن بتستحقرنا لكن شو ما كان جات حارة وتغيرنا، برا وطننا بالبدعيمنا ما دعيرنا نشامة وعرضيين في محنة ما تحيرنا، فتحنا عيوننا فوق ليحان وقلم ودوايا، ربينا على الفضائل وليها ساس وزوايا، ربينا على الفضائل وليها ساس وزوايا، من بحر المكارم زين نفوسنا روايا ومجتمعاتنا للغيم الحميدة توايا، طفت بلدنا سافل وشرق وغرب وصعيد، عرفت الناس فروقات تقل وتزيد، على الغيرهم لقيتهم وقاسهن بعيد وقطعت الشك، الطبيعة عرب البطانة فريد، هنا الشافع بدب للضيف سخي وكفاي، هنا اليافع همين ليل بيستغيث لافاي، هنا بتلقى الحكيم اللي الفتن طفاي، هنا اللي بتصادفه كلهم كان وعد وفاي، هنا الله خلقني في سوح الفسيح شبيت وبيغيم البرام كالقصع اتربيت، هنا شوف عيني لا قالوا لي لا تنبيت عربا بالمساس الخلوة قبل البيت، عندي اخوان ارابي بعز وما قضاه، نفلهم بامتياز فخر القصيد حقاه، شبه بقصة فيهم من طرف تلقاه، ترى بالفرسة ليرح من الايام نقاه، بيشاركوك فرحتك تفصيل وبيسندوا ظهرك، بيقاسموك ضيمك الموات وبيسهروا سهرك معاك، بيتفقوا عصبة على الدهر كان قهرك، وما ابغي يبوك كان اديت وجوههم ظهرك، ما بعقروك ولا بعقبوك على اللي بدعيقك بدلوك راي، وبعض الله بيفرج ضيقك، ان شافوك مباري وغوموه طريقك، والما بعاقبك ان غلطان ده ما هو رفيقك، مشابككم بحور ما فيها ضيق وغشامة، دخل العادم الفيهم كفوف وعشامة، ما هن نعرفا قد قرقر الخشامة، هالواجبة فناجر ومعرضين ونشامة، ما بيتفاخروا بيتفاشوا بالبدوه، والضيف فوق زوات بيسخب بدوه، قلوب حاسة قلوب حاسة واللوم والشكر بيطروه، قاطع شكهم فعلا بعيب ما بسوه، تتفكك
جبارتك كان عدوك ودعمك، والحر فوق ربعته وناس ما بيزمك، قدر ما في الرجال تسعى وتعمر وملمك، ما بتلقى اللي ظهرك بيموت غير دمك، الني بيرجع النار والنهيض بيناسه، والناس ببعض والبيت بيشيل فوق ساسه، في هالدنيا كل انسان بياكل العاصي، والغني والفقير يوم الحشر بتواسوا، ورتني الايام بتوري الايام احكامها، الليل بتفكر دولاب واللي بيوكر غيره يوم بتوكر، تعز الكان قبيل ان ناس ما هو مشكر، تعليه وتدلل فوق سنامها تحكر، سمح الزول يعاشر الناس ويعرف ذاته، وكعب اللي بينفزر منه التقيله ان جاته، سمح الماشي بقدر بالهداة الفاطو، وربنا بيرضى عن اللي بيرضوا عنه قواته، سمح الزول يكون ماضي وضراعه محلل، وسمح اللي بيبقى غيمة على الغلابة تضلل، سمح الديمة ليه قاسي القضايا وزلل، وسمح الزول يكبر للخلقنا ويهلل، سمح الزول يسموه الرفاقة برسوة، وكعب الباع رفاقته عشان قوالات نسوة، سمح الما هو فارط في الحنان والقسوة، وكعب اللي بيخسرك في البسوة والما يسوى، صحيح، سمح النفس من تال الرزايا النافرة، وكعب اليد دايما اللي بيغدروا حافرة، في الدنيا اللي بتغشاها الخليقة مسافرة صغيرة أعمارنا، لكن التجارب وافرة، وبلدا لما الناس اللي فيه بيشانا، عاقل قلبي نور الكهرباء وحيشانا، داير الهبرة بطانتي المعظم شانا، بتنجم فيها روحي وبنجبر حششانا، زيف رقش المداين والمباني العالية، ما بنستنى عاداتي وبطانتي الغالية، أهل نفسهم من كل شيء مدعالية، برامقة وقهر اندفروا دراري تالية، جميل يعني، وفيه حكم وفيه يعني توعية وفيه تفاصيل حقيقة احنا بنعيشها في حياتنا. انا بحيق على يعني اختيار جميل وموفق يعني اديته لنا، واحنا لسه طبعا منتظرين منك، وهنرجع مرة ثانية للزين ونشكره على هذا الإيقاع، وهنتعرف أكثر على آلة الطنجور من خلالك وعلى هذه الإلفة والمحبة بينكم، وهنتحدث كذلك مشاهدينا الكرام عن الخصومات والأجاويد وكيف شعر البطانة بيعمل على حل هذه الخصومات من خلال الاجتماعات، من خلال الليالي الشعرية والمنتديات. ابقوا معنا من بعد الفاصل. تحياتي لكم متابعينا مجددا، ودعوة للمتابعة في المواعيد حضور من خلال هذه الأمسية ومن خلال حلقة اليوم، بالتأكيد نتناول فيها ونعمل يعني توأمة بين شعر البطانة والطنبور في غناء أيضا البطانة الشعري، والمواضيع المختلفة ممكن نعالج بها بعض الموضوعات المختلفة اللي بتكون موجودة في مجتمعنا السوداني. حنتواصل بالتأكيد وحننتقل مرة ثانية ونرحب بضيوفنا حامد ود البلال، برحب بك مرة تانية، والزين والضيقيل، وخلينا نسمع عمل منك نهدي لكل المشاهدين. نعم. كلمات الأستاذ والحان علي بابكر بوريش، حييهم من داخل الاستوديو. عرفنا من ريدو وقصي العبيت
قلبي في ايده الصغير ده. الأعمال بها سطاني خيبة الأعمال بها سطاني لو أموت الحين ما بسيب ريدو. أيوة من ريدو عرفنا من ريدو وقصي العبيد قلبي في إيدو السغيدة. Yeah.
شكرا جزيلا حامد ود البلال، وشكرا للفرقة المصاحبة، وحنرجع لك مرة تانية يا زين. ويعني الشعر في السودان عنده أنواع كثيرة، شعر الحماسة، المدح، وخصال مختلفة يمكن من خلالها بكون في تنوع شعري كبير جدا. أنا دار أتعرف يعني أنت بتنظم يا نوع من الشعر غير الدوبيت الجميل سمعنا. الله المدح الفخر دي مع المضروب، ذات المضروب الدوبيت المضروب الشعر المعروفة. أنا بكتب الدوبيت وبكتب النصوص، النصوص الشعرية، النصوص العمودية كلها بتدخل في أنواعك الشعرية. تمام. كيف الواحد الشاعر يستفاد من المنتديات الشعريه في الجامعه؟ الى اي مدى هي ممكن تكون برضه خلته يكون متمرس اكثر واكثر في كتابه الشعر؟ بتصغر موهبتك شديد، انت جيت لقيت مسارح متاحه، لقيت جمهور متلهف للحاجه دي، انت كيف تقدر تخاض بالمفرد اللي بيفهمه؟ بس دي بتبقى لك العبء، كيف انت تقدر تخاط بالجمهور ده، وكيف انت تقدر تحكي ثقافتك بس تماما، كيف انت تقدر تحكي ثقافتك للمتلقي، مع انه كمان المنتديات بتلين كلها اطياف. صحيح، كل الاذواق، كل الاذواق تماما. صحيح. انا بجي بقرا دوبيت تلقى زول ما فاهم، مع انه حتى الحداثه دخلت عليه، حداثه المفرده دخلت عليه ادب الدوبيت وخلته مفهوم لدى كل الناس، لكن البعض ما بيفهم. البعض ما بيفهم، لكن يمكن يفهموا لك النصوص. ممكن يفهموا لك النصوص. طيب احنا طالبين نص رياكشن، جهز لنا بواحد. تمام. طيب نص لما شفتك، شفت في ذاتك حكاوي وسر غناوي وظاهرة أقوى من المدارك تحتويها، شلت صورتك في خيالي وحمت بيها من أماكن أنت ما منتمي إليها، رجعت بيها من الزمان اللي نحن فيه، شان هما بيشبه ملامحك لا ملامح الباهتة أنت بتشبهيها، وابتديت عنك بفتش في الخرافات والحجاوي وفي الأساطير السحيغة بالمعالم والمعابد والحضارات العتيقة، طفت وغلوا وبابل فيها ما خليت حديقة، كست عنك في المعاجم في المراجع في دواوين القصائد وفي العبارات العميقة، وما لقيت شبهك وحاتك، انت ما مفروض تكوني عايشة في دنيانا عادي، انت فيك تلصم بحير في عيونك سر بادي، هدحي لنبض القصائد طبعك المعدوم وهادي، وحسس الندب التميز خدك بالفطرة نادي، مندهش باهرني حسنك بد كما طعم العوافي، قاسية وصافتيه ملامحك زي سفن حاير دليلها وكايسة بلهف المرافي، سمراء طلتك البهية عن سواك طبعك نفارق فيه نزعة ملائكية، ولي قلوب المثلي ذاتك يا جميلة بيكون منافي، النضار وجنك سقاهن والحيم زاحن نداهن، لوحة نادرة وحق ليهن من عيون الناس تخافي، الحروف قدام عيونك بيفقد معنى التناسق، شان عيونك فيهن المنى والمنايا والجراحات والتشافي، أنا شفت بنوت البنادر، أنا شفت بنوت المداين والرحاحيل في الفيافي، وشفت في الأرياف جمالا دون تكلف وفطرة صافي، حمت دنيا الجن وحاتك وشفت غيد شبه الحواري، وفيها فات العام طوافي، وشفت شوف العين محاسنا ما في زور شاتن خلافي، وشفت يا ما شفت حسنا فيه تحتار الغوافي، إلا زيك يا وريفة في غوامك في كلامك في ابتسامك النادرة جدا، ووعدك في الشفت ما في، انت من المولى آية فيها يبدع صنعه وافي، فلتة ما بتشبه خلايقه فاتنا، والفيك ليك كافي يمنحك لغب الأميرة وربة الحسن الخرافي. يا سلام، ده كلام جميل جدا، وتحية لك برضو في هذا النوع من الشعر، شعر النصوص، واللي يمكن في كثير من الناس بتفهم النوع ده من الشعر. حامد برضو انت محتاج يعني في بداياتك انه زول يقف معك ويدعمك، ويعني عشان العلاقة ذاتها بين الطنبور وبين الفنان هي محتاجة زمن، منو كان بيدعمك زمان؟
كل من يعرف عبد البلال وبالذات خاصة شبابنا. تحية لهم جميعا. أيوة أنا قبل يوم كنت خليتها 8 سنة عودني عليها وللآن إنه شبابنا واقفين معي بإنه أنا لازم أمشي لقدام. يا سلام. إن شاء الله أشكرهم جزيلا وأشكر برضه أستاذ النواس محمد نواس برضه كان يعني في المشوار ده دائما واقف معاي وعلي أحمد الدقال زي ما قلت لك وصعب وعكاشة خير واتكدنا علي بابكر أبو ريش أبو عاقلة أبو الدود يوم التحية جميعا يوم التحية يعني في السعودية. نعم يجزيهم الله خير ديل من بعض منهم في السعودية عكاشة نعم. يوم التجيل والتقدير وبرضه يعني الزين خلينا نجيب فيه طالما انت بقيت تكتب شعر وبقيت تشارك في منتديات ويعني عندك مشاريع اخرى غير الشعر لكن برضو انت حريص انك تتعامل مع فنانين عملت مع منهم؟ والله يلا ما كثير الحاجه دي عندي انا مع الفنان ابراهيم ود العليش له التحيه من هنا الماحي محمد بابكر يوم التحيه تاج ود 20 يوم التحيه من هنا يلا بيختاروا هم بيختاروا النصوص اللي بتعجبهم هم بيختاروها هم اللي بيختاروها بيودوها للتلحين بيلحنوا براهم بيلحنوا براهم ما شاء الله تحية لهم عبر هذا المساء وحنرجع مرة ثانية نسمع عمل من خلالك استاذ عكاشة خير وكذنا كلمات الحان وهذا حان الدلبلة تفضل Thank you.
دلال، واحنا في الخواتيم كده خلينا نتكلم عن دراستك للغة العربية، ولأي مدى هي ممكن تسقي موهبة الشعر، وبتنصح بها شعراء برضو انه اي شاعر ممكن يدرس لغة عربية حتى اذا هو ما دارس؟ اللغة العربية هي مادة الأدب طبعا، فبتعرفك على تفاصيل كثيرة بعيدا عن نطاق الأدب الشعبي، بتعرفك على ضوابط الشعر ذاته، العروض، الغوافي، بحور الشعر، بتعرفك عليهم برضو كلها. الأدب الشعبي، أدبنا الشعبي بيتكتب بلهجتنا، لهجتنا الدارية السودانية دي. صحيح. ما في 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 مزيج كثير بين الفصحى من بعض الشعراء او من كثير من الشعراء، لكن بتكتب بلهجتنا الدارجيه دي، فاللغه العربيه قد تضيف ليك فيه، تعرفك على احكام اغامه الوزين والوقفات، تخيل الالفاظ ذاته ووقفاتك. طيب احنا برضو يعني طالبين منك قصيده نختم بها الحلقه، وارسل بوادي برضو واحده من المجموعات المهمه جدا في تاريخ شعر البطاله، خلينا نختم بواحد من القصائد، وبندي تحيه برضه لمجموعه ارس البوادي عبر هذا المساء. ارس البوادي للادب الشعبي، التحيه لكل اعضاء ارس البوادي من هنا. ارس البوادي اصلا كفكره قامت بها الاستاذه مياده خضر خنساوي التلمك، لها التحيه من هنا. لا التحيه ولكل المجموعه. لكل المجموعه. انا بشكر حامد ود البلال، شكرا على الاداء، شكرا لك وشرفتنا. ان شاء الله اشكر العازفين. نعم اللقاء. العازف اللقاء منو؟ عازف الطبلة عبد الرازق احمد ودواس طبعا، وشبينا سوا وقمنا سوا، وجاي معي قطع معي المسافه دي من حلفه. نعم جاي معي هنا جاي عشان يشارك معي. شكرا له ويقف معي، وشكرا له كثير الشكر، وشكرا لكم انتم. شكرا جزيلا. تسلم. نسمع شنو ونختم بها؟ وشكرا لعازف البنغز الزبير استاذ الزبير. استاذ الزبير له التحيه من بعض هذا المساء. طيب هنختم بقصيدة من الزين و... نعم حنسمع شنو؟ ديفتل بالعتامير والعسين ردت، بعد ملكة مشاعري ولفت صدت، دروب اللين بعد ما فاوزت سددت يقيني وصبري والعافية وغميدي خددت، أنا الأيام حلوه ومره ما جيته والوكر البهابوه الرجال فجيته، غير ليمك طلب بطيبة ما ترجيته، يمين يا سمحة بيك نجم الدغش حجيته، كان في الخوافي للعيون بتباين، أنا يا خالي حالة قلبي ما بتتعاين، الأسوى المواجع شعبن وتاين بين شهقة وزفير فيه الجروح بتحاين، حسايس الكاتمين في الجوف أكان بشكيهن، أكان صم الحيار وجاعي بتبكيهن، عيون البنهار حبل الصبر واكيهن، بالليل هامي على الغيس في البكا في البكا بحاكيهن، كمال مولى يلطف والايام يسخلي، زمل الجن علي الحسس العلي ناخلي، سخالي زماني وجعة وجعة بالسعادة بخلي، والغنى والمجالات والكيوف مسخلي، وجع الدون قصد ليه الحروف بتبرهن، من فرق الهدم صبري وصمامتي حورهن، ديف تدلهن سهام البروق دورهن، زي فشاتي جرحات القدام تاورهن، الليل انجمع زاد النجوم ولصيف طيفك والحنين سوى منامي وصيف، يا درع الروانق بالمهاوي بالمهاوي مصيف، وصفك عجز الالباب وشل حصيف، الليل انتكى وحيل نجمه ولا مغرب، العين لاجة والبال في فروق الضرب، يا شيخ الحسن يا لافتك بتطري، والروح في البطانة والجسد متغرب، يا المحيك وجيج النيرات خافيهن، طيفك أسهر النوم هن قبيل قبيل جافيهن، ليك قلب البلات إنه الحصان نافيهن، روحا سيدة ليك وإلى تواك عافيهن، وعدي طريق هواك الماشي يتشعب لي، بموت وما بكل من سير ومهما تعب لي، شعرا ما فطل لي نظم شاعر قبلي، عليك بكذبه ويا اللي بغيك اصبح مبلي،
وين ما ذكرتك يا صبحة في البال برقت بلق الفرحة غفلت النفس وانسرقت وراك يا البيلي بشوقك دواخلي انحرقت غنت ولا سكلت الايام ما فرقت مدعات التأوه في نميمي وزجلي فرق لونها فاقت تبري لاصف ومجلي بعد الليل يهود وطيف يتوهل صدري بضيق وبتمنى الارض تنفلي عاود تاني براق الهجوع لي وليلو وقلبي القايل زهد الريدة عادوا مليلو البارع انه قادريه ومزرة تيلو فرقت مفقد العقل الثبات ودليلو انا يا خالي براق الهجوع ما زيني شالع فوق سهايما غيهن غازيني المالكاف وقلبي ببعدها مجازيني الماد بالهيام في ريدة ما بوازيني انا يا خالي قاعد اديك كلام كلام بجوابه اقلب لي رد وخلني من حكابه ظبيا ما درى جالي القريب ما جابه امرض عقلي قنب في المنام بالهابه ودو سومر اللي يادوب فقع قربابه ما بيرد مفاوز درجة ناجعابه فرق من البدودر والشرع بكلابه شوفته تبهدي القاري وتنسي كتابه قال لعباس عبد الباقي ليو التحية من هنا ليو التحية وانا سعدت بكم جدا وتحية لكل اهلنا في ارض البطانة وتحية لكل مشاهدينا انتهت حلقة اليوم نتمنى انكم تكونوا استمتعتوا جدا بين الطنبور وبين شعر البطانة شكرا لكل الناس اللي رافقونا وشكرا للتيم العامل وبإذن الله بكرة نشوفكم في الموعد في أمان الله.